أهم حاجة في المحلل الفني هي موضوعيته. يعني إيه؟ يعني لما تسأله سؤال لازم يتخلى تماما عن انتماءاته. أيوه. ينسى هو بيشجع مين، ينسى هو بيحب مين، ويديك الرد الخلاصة صافية بدون أهواء بدون ميول بدون انتماءات. كده تثق أنت في مصداقيته وموضوعيته وأنت بتديله أي سؤال على الهواء. ويكفي ان انا اقول لك ان احنا لحظات ما قبل بدايه الحلقه ولحظات ما قبل الرجوع على الهواء خناقه حاميه الوطيس. خليني ارحب بضيوف السادسه، بلال محسن واحمد مصطفى، اللي بستمتع بيهم وبيشرفوني في السادسه النهارده. مساء الخير بلال. مساء الخير يا احمد. اهلا بيك طبعا، واهلا بكل الساده المشاهدين. ويمكن عشان جيت متاخر شويه فانتوا اتفقتوا عليا وانا مش موجود، بس انا عندي رايي برضه. وبعدين اديتك الخلاصه قبل اليورو، فعايز خلاصه ايه بعد كده؟ صحيح. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، واهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي طبعا. بس احنا يعني ايا كان احنا كنا قبل لا احنا حريفه زي بعض ومتفقين من زمان مش من النهارده بس. صحيح. اهلا وسهلا بيكم. خليني ابدا معاكم. عندنا حاجات كتير الحقيقه. يمكن النهارده منتخب مصر الاولمبي بيلعب تجربته الثانيه والاخيره قدام العراق. عايز افتح معاكم ملف الاولمبياد. عندنا مباراه مهمه جدا 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 في الدوري قدام بيراميدز. يمكن ماتش الالومنيوم هعدي عليه سريعا، لكن الناس كلها مش مركزه او مش باصه او مش مهتمه غير بمباراه بيراميدز، لانها مباراه اعتقد بنسبه 60-70% هتحسم بشكل كبير جدا شكل المنافسه او ما تبقى من عمر البطوله، ويمكن تحدد كمان صاحب اللقب. لكن خليني ابدا من ماتش امبارح، مباراه مودرن. السيناريو بتاع المباراه شفتوه ازاي؟ بدايه يمكن مختلفه تماما عن بدايه مباراه بيراميدز. الاهلي استقبل تشكيله مارسيل كولر وبداياته، اختياره محمد مجدي قفشه اللي كان من وجهه نظري يعني نجم المباراه امبارح. شفتوا المباراة ازاي وشفتوا مكاسب الاهلي؟ ابدا بمصطفى من ماتش مودرن امبارح. طبعا النادي الاهلي قدم مباراة كبيرة والهدف المطلوب هو المكسب، وده طبعا التارجت اللي النادي الاهلي بيحاول يحاول من بعد عودته من دوري ابطال افريقيا ومن وقت عودته للدوري. أيوة. وبشوف ان محمد مجدي قفشه كان يستحق فعلا، برضو عمل مباراه كبيره جدا، يستحق ان هو يبقى واحد من اهم اللاعبين اللي كانت في مباراه امس، بيستمر على ادائه الكبير من وقت مباراه بيراميدز. وطبعا كريم فؤاد من ضمن المكاسب الكبيره. كريم يعني سوبر كريم بصراحه. امبارح رابطه الانديه انصفته، لكن هو كريم فؤاد من وقت مباراه الجيش الاولانيه وهو بيقدم اداء كبير جدا طبعًا. جدا. وهنا كنا مع بعض اتكلمنا قلنا ان كريم فؤاد بدايته مع النادي الاهلي من وقت مباراه الجيش دي البدايه الحقيقيه ليه، لان صحيح. ده مركزه اللي هو كان بيلعب فيه مع نادي انبي وتالق بيه بشكل كبير جدا، لكن هو ممكن ما يكونش اخذ فرصه في المركز ده مع النادي الاهلي، لكن لظروف طبعا غياب علي معلول كريم فؤاد مع الوقت اثبت ان هو لعيب مهم جدا ولعيب كبير. وهنا ميزه اللعيب الجوكر، واعتقد ان احنا عندنا ميزه مهمه جدا في النادي الاهلي في اكتر من لاعب. عمر كمال لعيب جوكر، كريم فؤاد لعيب جوكر، حتى خالد عبد الفتاح لعيب برده بيقدر يديك في اكتر من مركز. فالحاجات اكرم توفيق جوكر، اكرم توفيق كمان لعيب جوكر. ففي لعيبه كتيره جدا بتديك في اكتر من مركز. بس كريم الحقيقه ما شاء الله، يعني انا بس ساعات بخاف عليه شويه لانه مندفع شويه وبيلعب بحماس كبير جدا جدا جدا, جداً, جداً. وكمان فكره التحرر ان هو دائما نادرا لما تلاقي باك ليفت بيروح بوش يقابل المدافع، دائما بيهاجم على المدافع وبيبقى عايز يعدي، ودائما تلاقيه دائما بيعمل خطوره كبيره جدا. صحيح. وده شفناه في اكتر من فرصه في مباراه امس مع مودرن سبورت، وكمان شفناه في مباراه الجيش المباراتين بتوع الجيش السابقتين. انا مش عايز اديله فرصه يتكلم بصراحه، يعني عشان ما اتفقش معايا قبل الحلقه. انا رايي نكمل الكلام. لا هو انا بص انا قلت لك انت في الانترو قلت حاجه مهمه جدا. أيوه. قلت ريال مدريد هو افضل نادي في العالم شئنا ام ابينا، فقلت لك طبعا طبعا بعدها على طول المفروض ما كناش لا لا لا, لا, لا بص او ده جزء من الموضوعيه. يعني بص شوف انا ما بحبش الريال، يعني انا ما بحبش ريال مدريد، انا بحب الكره الممتعه ادور عليها واشوفها بره. انا ما عنديش انتماء ثابت وواضح وصريح، انا بشوف الفريق اللي بيقدم لي كره ممتعه واتفرج عليه بصرف النظر جاب لقب ما جابش، جاب بطوله ما جابش، انا عايز اتفرج على كره حلوه، مش عايز وجع دماغ. فالسيتي بالنسبه لي حاليا السيتي مرحله هتنتهي. فكره الريال في استمراريته زي الاهلي كده، مش بيتقال على الاهلي مثلا في افريقيا هو ريال مدريد افريقيا؟ في ناس بتتضايق من الكلام ده، وفي ناس تقعد تقارن تقول لك انت بتقارن ازاي الاهلي بريال مدريد؟ ريال مدريد بيلعب مع فرق كبيره في اوروبا وبيلعب مع، ما هو برده في فارق امكانيات. كل يعني كل نادي في الاثنين عنده الظروف الخاصه بيه. انت عارف ان هنا في افريقيا موضوع السفر واللعب على ارضيات صعبه شويه وتنقلات كتير وارهاق وامكانيات كل حاجه، لكن النادي الاهلي رغم كل الظروف دي قدر يعني يضع نفسه على القمه منفردا. كذلك الحال في اوروبا طبعا، ريال مدريد بيواجه
عمالقه الانديه الاوروبيه، ومع ذلك ورغم الظروف الصعبه والمنافسات القويه ولكن ريال مدريد قدر. فاحنا دايما نقول ان النادي الاهلي والنادي ريال مدريد يكفي ان التنافس بين الاثنين على لقب النادي الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه شرف كبير جدا لكل من ينتمي لتشجيع سواء النادي الاهلي او صحيح. والشيء بالشيء يذكر، يعني انا مش هطلع بره الحدود القاره، يعني مش هقول لك مثلا ان الاهلي في اخر اربع خمس سنين دول قابل مدارس كرويه مختلفه، مره مكسيك على مره برازيل على مره بايرن. امريكا على مره المانيا بايرن. انا بتكلم على الماتشات اللي الاهلي كسب فيها. أوكي. انت كسبت تقريبا كل ابطال القارات، مره اليابان اوراوا ريدز، مره حتى في ننزل اللي خسرناه في كاس العالم الاخيره كنا الافضل وكنا نستحق الفوز. صحيح صحيح. لكن انا هسالك انه على مستوى افريقيا النهارده افضل 10 انديه شايفهم على مستوى قاره افريقيا هم مين بالترتيب؟ اسمع وجهه نظركم انتوا الاثنين، يعني انا بالنسبه او انت مثلا اختار خمسه او واحد. طيب. يعني نمشي واحد واحد ماشي خلاص. النادي يعني بعد النادي الاهلي لا سيبك، طلع الاهلي بره المعادله. طيب. بقول لك ما هو دول المنافسين بتوع النادي الاهلي. تمام. تعال نشوفهم ونقيمهم. انا بالنسبه لي سان داونز طبعا ياتي في المركز الثاني بعد النادي الاهلي. طبعا. عنده كل مقومات البطوله، يعني نادي عنده سيستم لعب وطريقه لعب دايما محافظ عليها مع تغير حتى المديرين الفنيين. عنده كمان سكاوتنج عالي قوي، السكاوت او طاقم السكاوت عنده قادر ان يعمل انتدابات كبيره. ممكن ما تبقاش بارقام كبيره على قد ما هي مهمه جدا كتدعيم للفريق، يعني بتقدر تشوف حتى بعد كده مردودهم وادائهم كبير جدا، بيفاجئوك باللاعبين حتى لاتينيين او كده. فانا شايف عنده جمهور. سان داونز. الوداد المغربي. الوداد المغربي عنده شخصيه البطل طبعا، وحتى لو بيمر ببعض الازمات لكن تظل شخصيه البطل موجوده عند فريق الوداد المغربي. عندهم امكانيات وعندهم الجمهور الكبير اللي يقدر برضه يخليهم دايما حتى في ظل هم في اسوء حالاتهم يقدروا يعودوا في اي وقت ويبقى دايما بيشكلوا خطوره في قاره افريقيا. ثالث فريق الزمالك المصري. اخترته على اي اساس؟ واحد من الانديه اللي كان عندها في وقت من الاوقات رياده في افريقيا وعنده خمس بطولات افريقيه. عنده كمان شعبيه كبيره وعنده امكانيات يقدر في وقت من الاوقات، يعني هو وصل اثنين فاينل في السنوات الاخيره امام النادي الاهلي وكان عنده توج بلقبين على مستوى الكونفدراليه. فاعتقد ان نادي الزمالك اسم يبقى اسم مهم. ثالث نادي. ده رابع نادي يانج افريكانز. سبق الرجا والترجي، سبقهم شويه جدا، وبشوف ان الكره بتاعتهم بقت كره مختلفه، الكره اللي هي نفس مدرسه سان داونز لكن مع فرق الخبرات. لكن بشوف ان يانج افريكانز في البطوله القادمه والفتره القادمه بشوف ان هو فريق هيبقى مزعج جدا للفرق الكبيره، وبشوف ان هم ماشيين على سياسه اعتقد هتخليهم في النطاق الصحيح الفتره القادمه. خامس تيبي مازيمبي. نفس فكره اختيار الزمالك. نادي عنده رصيد بطولات، عنده في وقت من الاوقات كان عنده برضه تفوق كبير وافضليه على مستوى القاره طبعا، واعتقد انه مؤهل للعوده مره اخرى لمنصات التتويج في اي وقت. يعني نسخته السنه دي اللي واجهها الاهلي شايف انها ترجع مازيمبي يعني صاحب خمس القاب وصعد في مجموعه صعبه، وكان هو يعني من سوء حظه ان اصطدم بالنادي الاهلي، لكن غير كده اعتقد انه كان مرشح للوصول للنهائي. السادس الترجي التونسي. الترجي طبعا فريق كبير، ويظل ان هو فريق كبير طبعا وفريق ليه تاريخ كبير جدا في قاره افريقيا وليه جمهور وشعبيه كبيره جدا. السابع النادي السابع ممكن الرجاء المغربي. واحد من الانديه برضو اللي كان عندها يعني مردود كبير وعندهم رصيد بطولات. كل الانديه اللي احنا بنتكلم عليها عندها ابطال طبعا. مفيش نادي من اللي انت قلته لغايه دلوقتي ما حققش لقبين وثلاثه واربعه القاب قاريه. يعني كلهم ابطال ما عدا يانج افريكانز. صحيح. ممكن بقى يانج افريكانز عشان مصطفى يانج افريكانز ما جابش كونفدراليه؟ لا ممكن كان عنده كونفدراليه تقريبا. لا خد كونفدراليه. لا كان على مستوى دوري الابطال. يانج افريكانز واخد كونفدراليه الموسم مش اللي فات ده اللي قبله على طول. احنا كده كام؟ سبعه؟ على مستوى دوري الابطال ده الزمالك ما خدش دوري ابطال بقاله بس عنده خمس يعني سنة. هيجي بعد في المركز الثاني بعد النادي الاهلي وهو ومازيمبي خمس القاب وخمس القاب، يعني لما تيجي تبص النادي الاهلي 12 اللي تحتيه على طول خمسه مازيمبي والزمالك. الزمالك ومازيمبي. انت اعتمدت على التاريخ. انا اعتمدت، انا قلت لك بسبب رصيد بطولاتهم يعني. طيب اوكي.
طب كده وصلنا لايه؟ الرجاء كان الرجاء السابع الثامن بالظبط الثامن بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو انا فرقه محترمه جدا لكن ما عندهاش شخصيه البطل يعني ما عندهاش شخصيه البطل ومحتاجه وقت يعني احنا بنتكلم في يانج افريكانز او سيمبا. بيترو اتلتيكو دول من ايام فلافيو وجيلبرتو وقبلهم افيلينو لكن الاداء وايه الضحك ده؟ ما نقدرش ننسى ايه الضحك ده؟ اصل افيلينو جه الاول ما انا عارف يعني جه الاول طبعا ده على فكره جاب هدف تاريخي لا تاريخ اسماعيلي ايه روما بتاع روما ازاي يعني وفي تاريخي بعد روما هدف حلو في الاسماعيلي ايوه هو بروفايل بيتر شارويل شابه فعلا نفس البروفايل نفس الستايل طبعا بيترو اتلتيكو بشوف ان هو فريق حاليا فريق بيمثل خطوره كبيره جدا بيلعب كره برده نفس فكره كره سان داونز الممتعه وعندهم اكتر من لاعب مميز جدا كان شفناه في منتخب انجولا اللي تالق بشكل كبير جدا في كاس الامم الافريقيه فعشان كده انا شفت ان بيترو اتلتيكو الفتره القادمه هيبقى مختلف تماما عكس ما كانوا موجودين ايام جيلبرتو كان فريق كويس لكن مش بالقوه دي. التاسع والعاشر تاسع ممكن يعني النجم جاي لي من الكنترول ترشيح لاهلي بنغازي بس انا ما اعرفش انا مش متابعه بصراحه فما اقدرش اقول انا بختار ده بيخرج من دور المجموعات انا التاسع بالنسبه لي النجم الساحلي التونسي النجم الساحلي نادي برضو في وقت من الاوقات بيبقى عنده يعني حاله فوقان كده وبيعمل حاله في البطوله اعتقد انه ممكن في اي وقت يكون مرشح للفوز باللقب يعني انا مستني اسم ما جاش لغايه دلوقتي بس ماشي بيراميدز في المركز العاشر بيراميدز ولا سيمبا؟ لا بيراميدز انا احييه على بيراميدز تحييه على بيراميدز لان بيراميدز جاي لان بيراميدز قدم ده بطوله افريقيا السنه دي كان بص هنا الخبرات الخبرات برضو ليها دور مهم جدا في البطولات هو الاهلي وبيراميدز ما تقابلوش افريقيا ما تقابلوش افريقيا تماما والكل كان متصور ان بيراميدز بالسكواد الكبير جدا الموسم الحالي هيقدم اداء كبير جدا خاصه بعد اول فوز في اول مباراه لكن بعد كده بيراميدز تزايل الجدول الترتيب وكانت مجموعته برده لازم نعترف ان هي كانت مجموعته قويه ده اتغلب من نوازيبه يا ما انا بتكلم هو كانت مجموعته قويه لكن هو ما قدمش الاداء حتى الفريق ضعيف وكان عنده كمان سوء حظ في اثنين فاينل كونفدراليه خسر نهضة بركان اعتقد نهضة بركان ولا هو خسر واحد بس وكان الثاني كان سيمي فاينل لا كان سيمي فاينل سيمي فاينل كان عنده فاينل وسيمي فاينل في سنتين ورا بعض كان ممكن يبقى عنده لقبين يعني طيب ممكن يكون يعني باستثناء بيراميدز هو بص هو بيراميدز يا احمد عنده اللي ممكن ما يبقاش اللي ممكن ما يبقاش موجود عند انديه ثانيه الكلام ده انا بسمعه كل سنه عشان كده انا اخترته العاشر يعني الكلام ده انا بسمعه كل سنه على بيراميدز انا مش ضد ان يبقى في نادي مصري موجود على الصحف افريقيا بالعكس ده شيء يفرحني يعني لو الاهلي والزمالك والاسماعيلي مثلا مسيطرين على بطولات افريقيا ده شيء يفرحني كمصري بصرف النظر انا بشجع النادي الاهلي لكن هي الفكره انك اخترته مش لاقي كرايتيريا مرشح يعني انا اعتقد لا اخترته طبعا مرشح لا وفي العاشر يعني لو جيت بصيت بالنسبه اللي بقى من بعد انديه كبيره جدا يعني انت طلعت استثنيت اتحاد العاصمه طبعا استثنيت سيمبا التنزاني استثنيت نهضه بركان بشوف يعني كل دي انديه عامله ريكوردز في يعني نهضه بركان لوحده مثلا ثلاث اربع بطولات اشبيليه بتاع افريقيا صحيح معاك لكن بشوف ان يعني الفرقه دي لو واجهت بيراميدز ممكن تتفوق عليها هو السؤال هنا عشان اوصل للنقطه الف اللي احنا كنا بنتكلم فيها تعالى وشوف اذا كان دول اعتقد انه اغلب الناس هتتفق على 80% من القائمه دي ممكن يبقى في اختلافات في حدود اسم اسمين لكن تعالى شوف كبار القاره كبار قاره افريقيا سان داونز الوداد بالترتيب بتاعكم سان داونز الوداد الزمالك يانج افريكانز مازيمبي الترجي الرجا بيترو اتلتيكو النجم الساحلي استثني بيراميدز زي ما الاهلي ما قابلش بيراميدز تعال شوف كام لقاء جمع بين الاهلي والانديه دي في ال10 او ال20 سنه زي ما انت عايز بقى لو عندك وقت هات ال20 سنه الاخرانيه وعد براحتك وشوف كام لقاء الاهلي واجه فيهم كبار القوم عليه القوم في القاره وكام مباراه او كام مواجهه قدر ان هو يحسمها مش بالالقاب بس انا ما بتكلمش على البطولات اللي خدها لانه الفرق كبير قوي ما بين 12 و5 و5 بالظبط يعني الثاني والثالث ما عندهمش عدد القاب الاول قد الالقاب اللي حققها نادي الاهلي لكن تعال نشوف المواجهات تعال نشوف الاهلي والزمالك افريقيا تعال نشوف الاهلي والترجي افريقيا تعال نشوف الاهلي والرجاء افريقيا عايز اخد من كلامك يا احمد في كلمه شهيره قوي قالها المعلق التونسي الجميل عصام الشوالي قال لولا الاهلي لكان للانديه التونسيه شان اخر في قاره افريقيا. كلمه كبيره جدا وليها معنى ومدلول كبير بيترجم اخر جزء من الحوار اللي انت قلته ان لما تيجي تشوف تاريخ المواجهات النادي الاهلي مع الانديه التونسيه تحديدا هو مع كل الانديه ولكن تحديدا الانديه التونسيه النادي الاهلي حرم
معظم الانديه دي من التتويج بالقاب كانوا شايفين ان هم على بعد خطوه خلاص، اخرهم الترجي، وطبعا المباراه الاشهر امام الصفاقسي 2006، وبعد كده النجم الساحلي في مناسبتين والترجي في 2012. فالنادي الاهلي يشوف المقوله قال لك لولا وجود النادي الاهلي في افريقيا لكان للانديه التونسيه شأن اخر. صحيح. نفس الكلام مع المغرب والنادي الاهلي في الموسم قبل الماضي، اقصى الرجاء والوداد، وتوج على حساب الوداد يعني الرجاء في السيمي فاينل والوداد في الفاينل. فالنادي الاهلي لا يعني بيتربع على احنا الرجاء والوداد تحديدا لو كانت على الكره المغربيه، الرجاء والوداد هتلاقيهم عدوا علينا تقريبا في كل النسخ الاربعه والخمسه الاخيره، ومنهم سوبر على حساب الرجاء، ومنهم بطولة دوري أبطال على حساب الوداد، ومنهم سيمي فاينل النجمة التاسعة اللي هو ماتش القضية كان مع الوداد وكسبنا رايح جاي. فأنت تتكلم على مش بس الأندية التونسية والأندية المغربية وهم الأكثر تنافسا. أنت ما تيجي تشوف أطراف النهائي في العشر سنين الأخيرة هتلاقي واحد من الثلاثة أهلي ترجي وداد على طول موجود في البطولة. طيب خلينا نروح للمرحلة اللي جاية. واحد بس عايز أقف مع ماتش امبارح كمان في قصة التحكيم، اللعبه اللي اثارت جدل بشكل كبير جدا، هدف أفشة، وانتوا بتشوفوها، لا مش عايز رايكم دلوقتي، انا عايز رايك او رؤيتك ساعه لما شفت اللعبه دي. انا ساعه لما انا وقت ما شفتها شفتها في مخالفه، في الاعاده لقيت ان اسامه ابو علي ما يعني لعب الكوره، واه يعني احنا حتى لو هنتكلم سريعا على مباراه امبارح، انا جايب كام حاله كده صغيرين ليهم العلاقه بمباراه الامس فنيا، وفي وسطهم الحاله بتاعه طيب وسام، يعني وهم مجهزين لنا برضو بمناسبه الحالات معانا مجموعه ارقام كده. تمام. بص يعني دي مباراه امبارح، انا تحديدا جاي عايز اتكلم عن محمد مجدي قفشه والدور الكبير اللي لعبه محمد مجدي قفشه، ويمكن منصف عامل لنا في الاحصائيات الريت، وانا ما كنتش اعرف وانا بجيب الحالات ان محمد مجدي قفشه اعلى ريت في مباراه الامس. صحيح. وده يقول لك ان محمد مجدي قفشه سيبقى دايما. طب هي الحالات نزلت معانا، نوقف الحالات لانه يعني هرجع للحالات تاني، بس انا عايز انزل الارقام لانه الارقام دي هتساعدك بشكل كبير جدا وانت بتشرح الحالات بتاعتك. فتعالوا نشوف مجموعه ارقام كده، خدوا بالكم يعني احنا انا شفت الماتش امبارح زي كل جماهير نادي الاهلي على اعصابي، بالذات بعد ما استقبلنا الهدف الاول من مودرن. بالمناسبه المهاجم الكاميروني بتاع مودرن، احنا اتكلمنا عنه في الحلقه، اتكلمنا عنه في الحلقه مميز جدا، بيلعب احمد عاطف كمان. صحيح. طيب دي الارقام اللي معانا، اتفضل يا بلال. طبعا محمد مجدي قفشه اعلى ريت ب 8.1، وده ياكد ان ده على مستوى الاسماء اللي قدام حضراتكم دي على مستوى الفرقتين، مش بتكلم على مستوى الفريق الاهلي بس. لعب 74 دقيقه وصنع اربع فرص، وده يبين ان قفشه كان ليه دور مهم جدا في مباراه امس، برغم ان هو خرج في الدقيقه 74 وقدم مباراه كبيره جدا، وعدد تمريراته ونسبه الدقه هو اكثر اللاعبين على مستوى دقه التمرير في مباراه امس. عبد الكبير الوادي 7.8، لعب 90 دقيقة. أكرم صنع فرصة واحدة. أكرم توفيق، وده حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا. أنا هكتفي نكتفي بالخمسة بس الأوائل. يبقى قفشة، عبد الكبير الوادي، أكرم توفيق، كريم فؤاد، وهنا وإمام عاشور. معلش أنا بس عايز أقول حاجة في أكرم وكريم، إن أكرم وكريم في الثالث والرابع يا أحمد نسبة دقة التمرير بتاعة الاثنين عالية جدا، يعني يمكن 91% نسبة دقة تمرير أكرم، وكريم 93. وده يعني بيديك دلالة إن الاثنين عندهم معدل تمرير جيد جدا، بيقدر او بتقدر من خلاله الفريق انه يحافظ دايما على الكره. أيوة. ويبقى عندك الاستحواذ، وكريم كمان رغم انه ما بيلعبش في مركزه او بيلعب على يعني على غير عدلته. أيوة. ولكن قادر يوصل 93%، ده رقم كبير جدا بالنسبه لمعدل التمرير. صحيح. يعني صحيح. طيب نروح للارقام اللي بعدها، دي بنتكلم على اعلى دقه في التمرير زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا عليها. اكرم توفيق اعلى دقه تمرير، 67 باس منهم 62 باس ناجح. طيب ده الجزئيه الدفاعيه او النواحي الدفاعيه. اتفضل يا مصطفى. التدخلات، رامي ربيع عمل 9 تدخلات، في 3 منهم تدخلات صحيحه، و بشوف ان هو التحامات الارضيه، التحامات الارضيه 6 كسب منهم 5، 83% بنسبه نجاح 83%. تاني لعب ارنولد ايه، التحامات الهوائيه، التحامات الهوائيه 6 كسب منهم 4. رقم 2 اللي هو ايبا، مهاجم مودرن سبورت، ارنولد ايبا كاميروني. صح كاميروني. بس ولد كورته حلوه بصراحه، كورته حلوه وجد طرد امبارح.
وطبعا انذار تاني طرد، لا طرد مباشر، بتتكلم على طرد مباشر. والعلم هو بقى له اربع مباريات، واحنا لما اتكلمنا قلنا ان هو كان احمد عاطف من اول الموسم هو المهاجم الاساسي، لكن مع كابتن طلعت يوسف اخذ فرصته كامله وارقامه كويسه جدا في خمس ده للمباراه الرابعه التوالي بيحرز هدف، يعني كل الاربع مباريات الاخرين بيحرز فيهم كل مباراه هدف. الالتحامات الهوائيه أربعة من 11 36%. احمد عاطف 8 تدخلات الارضيه 8 منهم 12. طيب خلينا نروح للقائمه اللي بعدها، يعني واضح هنا انه ربيعه من ناحيه الدفاعيه يمكن اكثر اللاعبين فعاليه بشكل كبير. الالتحامات الارضيه او الهوائيه صحيح في الالتحام في الاثنين. وبالمناسبه عايزين نقول رامي ربيعه طبعا انه النهارده بيصل للمباراه رقم 300 ليه في مسيرته مع النادي الاهلي. كابتن تاريخي لاعب مهم وعنده ستة دوري ابطال، دوري ابطال ده هو لوحده معدي الزمالك ومازيمبي. فيعني رامي من اللاعبين المؤثرين. ولو جاب السبعه السنه الجايه ان شاء الله يبقى حته تانيه. احنا نسينا نقوله في الانديه اللي اخترناها. طيب بعد كده هنا دي التدخلات الدفاعيه. كريم فؤاد طبعا بياتي في المركز الاول عنده 7 تدخلات. ايوه خد بالك برضو احنا بنتكلم على فريق مميز جدا هجوميا، يعني فريق مودرن في اوقات كتير جدا. طبعا الهدف الاول كارثي، يعني الهدف الاول ده لازم يتذاكر مره، الهدف الاول اللي احنا استقبلناه لازم يتذاكر مره واثنين وثلاثه، لانه كان في اريحيه كبيره جدا لارنولد ايبا، دخل من الجناح لغايه العمق، اتحرك وضغط عليه 3 أو 4 لعيبه لغايه لما وصل فتح زاويه تسديد، شاط مرتاح جدا بدون ضغط، والكره ما كانتش يعني قويه قوي، ورغم كده كان هدف نتمنى انه ما يتكررش مره ثانيه. ممكن بقى في اي ماتش من الماتشات يعني لما نروح للحالات معانا هدف مودرن برضو في الحالات بتاعت مباراه الامس. بص يا احمد عشان نرجع ندخل سريعا في اجواء اللقاء ده، محمد مجدي قفشه ودي في الدقيقه 5 من بدايه اللقاء. بص تمركز لاعبي مودرن يا احمد على احمد مصطفى على الدايره 1 2 3 4 5 6 لاعبين واقفين على الدايره بالشكل اللي انت شايفه ده، عاملين زي نص دايره علشان يحرموا النادي الاهلي من امتلاك الكره في منطقه عمق الملعب او يعني منطقه صناعه اللعب تحديدا. فانت هتشوف ان اللاعب اللي ناحيتنا اهو امام عاشور واقف هنا محاط بين 2 لعيبه علشان لو استلم فاضطر محمد مجدي قفشه ينزل في الحته دي علشان يبقى عنده عمليه الرؤيه وامداد اللاعبين سواء الطرفين او المهاجم وسام ابو علي بالكرات الطوليه. الحاله اللي بعد كده دي حاله انا بقول لك بينت شكل طريقه لعب النادي الاهلي من بدايه اللقاء. الحاله دي الدايره اللي على الشمال اللي فيها كريم فؤاد ده كان بيحاول يعمل انطلاقه اتقطعت منه الكره. بص يا احمد اللي في الدايره اللي تحت هنا مين اللي في الدايره ده؟ محمد مجدي قفشه اللي قفشه في وقت من الاوقات احنا اتكلمنا عن ان هو ما بيقدرش يقوم بادوار الارتكاز المساند، وده يمكن كان فسر شويه بقائه على دكه البدلاء في وقت من الاوقات. لا قفشه امبارح عمل الادوار زي ما كان عنده تفوق كبير في الادوار الهجوميه، ايضا كان عنده تفوق كبير في الادوار الدفاعيه وراجع بيغطي المساحه اللي في ظهر كريم فؤاد. الحاله اللي بعد دي على طول برده هتجد بص محمد مجدي قفشه هو كان محور اداء لعب النادي الاهلي طول المباراه، يعني دايما هتلاقي الكوره وتوزيع الكرات وامداد اللاعبين بالكرات مع محمد مجدي قفشه. يعني بص دي حاله اللعيبه كلها متوزعه ومحمد مجدي قفشه هنا في الكره دي بالمناسبه عمل 1 2 او دبل باص وعمل التمريره ليه خالد عبد الفتاح. حد اتكلم مع قفشه بعد الماتش امبارح؟ هو كان معايا بعد الماتش، كان معايا حد اتكلمت معاه في موضوع الاصابه. الاصابه لا بسيطه، كلام عادي جدا وقال لي بسيطه جدا وان شاء الله هيتواجد في ماتش بيراميدز ان شاء الله وينزل تمرين يعني عادي ان شاء الله. فدي دي بس حالات يعني او ثلاث حالات. عايز اقول بالنسبه طبعا الحالات اللي جايبها بلال، هو فعلا بلال بيجيب حالات بياكد دور قفشه مهم جدا، وده بياكد طريقه اللعب اللي مارسيل كولر كان عارف ومذاكر فريق مودرن فيوتشر، وعشان كده قفشه امبارح كان بيلعب في رقم 6. ممكن ناس كتيره بلال جايبها بالحالات، قفشه امبارح ما كانش بيلعب صانع العاب، اللي كان بيلعب صانع العاب امبارح هو امام عاشور، وكان بيلعب ب 2 6 في 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 نص الملعب اكرم توفيق وقفشه. عشان كده قفشه كان في الشوط الاول بالاخص تقريبا طول الوقت موجود في نص الملعب وبينزل وبيكمل يعمل المسانده الهجوميه اللي دائما مارسيل كولر بيطلبها منه. وتلاقيه ولو جبنا الهدف اللي احرزه مجدي قفشه في الاتلغى هنلاقي قفشه دايما بيتواجد في منطقه الخطر وبيكمل دايما ورا. على فكره في كتير من الانديه النهارده بقت بتطور وظيفه اللاعب رقم 6 ده، يعني ما بقاش يعني دايما بروفايل 6 ده هو البلوكر، هو حائط الصد الامامي اللي قدام خط الدفاع، ده اللي مطلوب منه ادوار دفاعيه اكتر منها ادوار هجوميه. النهارده بشوف المركز ده في بعض الفرق بقت كانها بالظبط بتعتمد على 2 صناع لعب، تجيب اللعيب اللي بيلعب مركز 6 ده عنده كوره، عنده الفتنس، عنده رودري طبعا ده واحد من الافضل، بوسكيتس في وقت من الاوقات، فيراتي في وقت من الاوقات، اللي عنده قدره ان يبقى في صناعه مرحله صناعه لعب مبكر
مع صانع الالعاب اللي موجود ورا خط الهجوم والاثنين مع بعض يقدروا يعملوا حلقات الوصل او يربطوا بين الثلاث خطوط بتوع الفريق. هو مفهوم اللاعب رقم 6 يعني تعدى فكره افتكاك الكره، يعني الافتكاك والتسليم والتسلم كان الاول دي المهام الاساسيه للاعب رقم 6، ان هو يفتك الكره يضغط يغلط يعمل الباص لاقرب حد جنبه، دي كانت مهام اللاعب رقم 6. الموضوع دلوقتي اختلف تماما، زي ما انت بتتكلم في لعيبه زي محمد مصطفى بيقول رودري، زي وقت من الاوقات بوسكيتس او توني كروس او فيراتي او كل دلوقتي فيتينيا طبعا بشوف ان فيتينيا بيقدم طبعا في باريس وفي البرتغال. فيتينيا بصراحه بقول لك احنا رايحين عامه بالكوره من بدايه، من زي ما اتكلمنا قبل كده، بدايه من مركز حراسه المرمى اللي هيبقى اعتقد هيشهد تطور كبير جدا في عمليه بناء اللعب بدايه من الموسم القادم. وده على فكره بولونيا بالظبط، لا بدايه بقى من الموسم القادم انا بتوقع ان ده هيبقى حاله عامه في معظم الفرق، وده اللي انا او نشرته بعض التقارير العالميه عن ان معظم الانديه اللي بتعمل فترات تحضير دلوقتي حاليا معظم المدربين شغالين على استخدام حارس المرمى في عمليه بناء اللعب. احنا شفنا في بطوله اليورو يا احمد في بعض ضربات المرمى كان المفترض، واسبانيا تحديدا اللي كان بينفذ ضربه المرمى هو حارس المرمى للمساك اللي جنبه، لا مع اسبانيا كان المساك هو اللي بيلعب ضربه المرمى للحارس على نفس الخط. وده التطور الكبير اللي هيشهده، بقول لك بدايه من حارس المرمى اللاعب رقم 6، مفهوم الباكات الباك اللي الدفاعي ده مش هيبقى ليه وجود في الكره العالميه بعد كده، زي ما تم الاستغناء عن مركز الليبرو المركز رقم 10. فهتلاقي الكره رايحه تطوير كبير جدا على مستوى منظومه اللعب، هتدفعك في النهايه انك تشوف شكل زي الشكل اللي انت شفته مع منتخب اسبانيا تحديدا في اليورو، وشفت ازاي اسبانيا في فاينال يورو بتوصل للمرمى بثلاث نقلات بتحرز هدف في الدقيقه 87 تقريبا، وبتنهي بيه البطوله بثلاث لمسات فقط. هو ده المفهوم الجديد او طرق اللعب اللي رايحه لها كره القدم الفتره الجايه. يعني الثوره اللي بداها بيب جوارديولا حقيقي. هو هي في كلمه مشهوره بتتقال ان جوارديولا عدل في كره القدم، هو ابتكر طريقه يعني. هو عدل فيها فعلا، يعني كره القدم قبل بيب جوارديولا كانت حاجه، وبعد بيب جوارديولا كان في حاجه على السوشيال ميديا مش عارف انت شفتوها حاجه ثانيه. كانت لقطه هو بيتفرج على ماتشات باسكت، وحتى كانوا مش عارف لو الصوره اللقطه دي موجوده معانا ولا لا، نازل بيكلم الكوتش بتاع فريق باسكت كمان في الملعب بيعدل عليه، بيكلم عليه ازاي يحرك واعتقد كان في تصريح لمدير فني انا مش متذكر اسم الفريق بالظبط، قال انه الطريقه او النصيحه اللي ادها لنا بيب جوارديولا فرقت معانا في ان احنا نكسب ماتش او حاجه كده يعني. فواضح انه راجل رايح لك هي مش هتنفع يعني، مش هتنفع في الباسكت ملعب كره القدم هو عايز يبدا من تحت في الباسكت هي مش هتنفع في الباسكت عشان الباسكت فيه اذام باستحواذ سلبي لا هو ده بيموت في الاستحواذ لا جوارديولا طبعا يعني مدرسه مش ان هو مدرسه هو يعني راح بالكره القدم لنقله تاريخيه هيفضل التاريخ كله، او يعني كره القدم في العصر الحديث بقياده او بلمسه بيب جوارديولا. نروح لباقي حالات النادي الاهلي يلا نكمل حالات الامس. عندنا الحاله اللي بعد دي على طول يا احمد، الكره اللي احنا اتكلمنا فيها مصطفى، الكره اللي بتبين قد ايه اسامه ابو علي قدر يلمس الكره وهدف وحرم. هو خلينا نتفق على حاجتين بس عشان الجمهور برضو بيتابع، وانا عارف ان الناس شغلتهم جدا اللقطه دي، وانا قلت انه لو المباراه دي ما كانتش انتهت بفوز النادي الاهلي اللقطه دي كانت هتعمل مشكله كبيره جدا جدا. طبعا زاويه التصوير هنا مش موضحه، لانه انا ممكن جدا اعتبر انه ركبه عمرو السيسي عقه يعني بالظبط، ركبه وسام في رجل عمرو السيسي. لا انا شايف انه ركبه عمرو السيسي هنا دخلت في فخده بتعيق، بتبعد رجل وسام، تبعد رجل وسام وبالتالي هو اصطدامه بوسام ابو علي اللي وقعه، يعني مش وسام ابو علي هو اللي وقعه، هو اصطدامه بوسام ابو علي. وسام هنا مدد رجله ولمس الكوره بالظبط. وانا كنت بتكلم في بدايه الحلقه كمان، سيبك من لعب ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، انا كنت بتكلم انه من ساعه الكوره ما اتحركت من هنا، من ساعه ما لمست رجل وسام هنا طلعت بره ال 18 قفشه فيرست فاين، قفشه قابلها الكوره راحت دخلت الشبكه، كل ده حصل صفاره كابتن محمد عادل ما طلعتش خالص وما طلعتش على فكره، وما طلعتش خالص اصلا غير بعد شويه يعني. انا كنت في الاستقبال في الملعب، التاخير ده وما اخدتش حتى يعني ما اخدتش حقها في الفار. انا بشوف ان القرار حتى يعني محمد عادل مش ثلاث ثواني بالظبط في اللقطه جت عليه، هو كابتن محمد عادل غالبا قال بينه وبين نفسه الكره دي هتطلع بره فمشي اللعب عادي، لما لقاها دخل الجون الدنيا تقزمت، حرم عادي ده جون حلو قوي، حرم النادي الاهلي من هدف وحرم محمد مجدي قفشه من هدف كبير عالمي. هدف عالمي يعني بصراحه حلو قوي قوي قوي، الكره راحت سكنت المقص الايمن لحارس قفشه، كل مره بيحطها للحراس شيء على شمالهم، فهو فاجئهم المره دي وحطها لهم عكس الاتجاه فحطها لهم يمين.
دي فدي حاله بتقول ان برده محمد مجدي قفشه كل ده. احمد الدقيقه لسه 7، محمد مجدي قفشه كان عنده الاضافه الكبيره دي على مردود الاداء. نروح بعد كده لحاله بقى الهدف، واحمد مصطفى هو يتكلم برده في دي كره الهدف بتاعت ارنولد ايبا اللي استقبلها. الهدف، بص، ارنولد ايبا محاط ب ثلاث لاعبين من وسط الملعب، وامامه لسه ثلاث لاعبين في خط الدفاع. انت متخيل يا احمد في المساحه الكبيره دي اللاعب قدر يقطع مشوار كبير جدا لحد ما يصل لحدود منطقه جزاء النادي الاهلي. وعايز اقول لك ان هو كمان انا بشوف ان رامي هنا كان لازم يقرب شويه، لان رامي مفيش حد معاه. يعني بصينا تمركز رامي اللي هو اخر واحد في الدايره. لا، اخر واحد في الدايره بالظبط. رامي كان في اخر واحد في الدايره، ده اكرم توفيق. لا، رامي اللي على الشمال. اكرم جوه. اكرم مع الاثنين. بص احمد، الاثنين اللي في الدايره دول قفشه وطاهر. بالظبط، ومعاهم اكرم اللي جوه الدايره مع ارنولد. اللي جوه الدايره مع ارنولد ده اكرم. جميل. في رامي ربيعه بقى هناك في بعد الدايره. اللي على يميننا هنا ده خالد. لخالد عبد الفتاح. بعديه رامي، وبعدين رامي، وبعدين عبد. لا، بص، رامي احمد هو اللاعب رقم 3، هو اللي فوق. اللي جوه الدايره ده رامي، انا متاكد 100%. اللي جوه الدايره قدام ارنولد ايبا ده رامي. اللي هناك ده محمد عبد المنعم. يبقى منعم هو اللي كان لازم يتواجد هنا. بقى تمركز رامي كان احنا اللقطه دي مش ممكن تبقى معانا فيديو؟ ممكن لقطه الهدف. ممكن نجهزها فيديو تبقى اوضح اكتر. الهدف، ارنولد ايبا محاط بثلاث لاعبين في وسط الملعب ولسه قدامه ثلاث لاعبين. اللاعب وجد ان هو كل ما بيقطع مساحه بالكره مفيش حد بيعترضه. هو كانش رايح فعلا يجيب جول. لدرجه ان هو يا احمد لا طبعا هو استحاله يكون واخد في اللقطه اللي كان بيعرضها بلال. هو هنا مش واخد قرار ابدا يجيب جول. هو شايف ان هو كل ما بيزق الكوره مفيش حد بيقرب. عارف اللي بيهرب، فلقى نفسه خلاص مفيش غير المكان ده. اهي بص هنا بنى اهي. واقف بقى هنا كده. واقف هنا ثواني. ده اكرم. لا ده اكرم. يبقى ده اكرم. هو خالد اللي جوه الدايره ورامي هو اللي خالد اللي في ظهر اللعيب. وامام اعتقد اللي ضغط عليه هنا. رامي ربيعه هو اللي ماسك الجناح رامي الشمال. رامي غطى مكان اهو رامي اهو خالد. اهو رامي اهو. بص بقى رامي دلوقتي بيبدا يطلع. اهو رامي اهو قرار. ممكن نوقف هنا؟ لا ممكن نرجع. لا قرار رامي هنا طبيعي جدا لانه خلاص ده بقى بره اللعبه. كان لازم الجناح ده عبد المنعم. ايوه هو قصدي بقى عبد المنعم. عبد المنعم كان لازم يعني طبيعي جدا انه رامي هنا يسيب اللعيب خلاص، لانه ده رايح. بص المساحه بينه وبين عبد المنعم قد ايه، فلازم يتحرك. ممكن نرجع شويه كمان باللقطه قبل ما يدخل مثلا. يعني يدخل ايوه نرجع شويه كمان. هنا عبد المنعم واقف لوحده جدا. كان عبد المنعم لازم يقرب شويه على رامي او خالد وامام هنا يعملوا فاول تكتيكي. بالظبط مثلا. بس عبد المنعم لو كان رحل شويه اتحدى ان ايبا كان ممكن يخش في نكمل بقى بعد كده. هنلاقي اصلا ايبا راح على المكان الفاضي اللي هو بص هيكمل فيه. اللي عبد المنعم كان المفروض يقرب منه شويه. رامي بدا يروح يتحرك على المكان الفاضي فعلا. لكن خلاص بدا ايبا يطلع الناحيه الثانيه. خلاص هو اتقفلت. عايز اقول لك على حاجه. بص هنا اثناء التسديد هو بيشوط الكره اصلا خلاص بقى يعني عارف بحاله تعب. هو الراجل جري كتير قوي، عدى من اكتر من لاعب. وبص هنا بيشوط الكره اي حاجه. انا بقول لك هو بيشوطها اي حاجه. ولكن بص يعني انا اعتقد من وجهه نظري ان الشناوي ما كانش متوقع ان هو ان ايه بيشوط. ان هو هيمر من كل ده ويوصل لحد عنده. يعني ده تخيلي للشوطه دي او الهدف ده، ان الشناوي ما توقعش ان الكره ممكن تتشاط. لان ايه ده برضه احنا بندي له حقه لارنولد ايبا ان هو لاعب مميز. قدر ان هو بمجهود فردي يحط مميز فريقه في المؤدب. بس الاخطاء الدفاعيه هو استغل الترحيل زي ما احنا مصطفى قال. استغل كان كذا لعيب يعني اترحل. كان هو ايبا نفسه كان هيلاقي هيخش يلاقي بلوك. هو لا اريحيه كبيره قوي في كل ما رامي لما انت قلت فعلا رامي لما دخل ايه اللي حصل؟ ايبا طلع لبره. يعني هو ايبا لما لقى رامي دخل فهو بعد. لا وحتى رامي لو دخل مع احتماليه انه ايبا يلعبها للجناح برضه ملحوقه. يعني خارج عليه من نفسه. لكن قرار رامي في التحرك في الوقت ده. لكن فكره انه خالد عبد المنعم خالد وامام ما عطلوش ما عملوش الفاول التكتيكي ده، دي نمره واحد. متوقعوش. تمركز اكرم مع انه رامي مغطي على الجناح على بتاع, بتاع 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 الجناح الشمال بتاع مودرن. فكان اكرم كان لازم يخش او يضم القلب الملعب يقفل شويه او يملى المساحه اللي بين ربيعه وبين عبد المنعم. برده ده سوء تمركز. بعد كده لما الراجل طلع بالكوره اعتقد انه كان في تهاون شويه. بالزبط. او يعني بالزبط. هو حدش فيهم كان متخيل هو بعد الجري ده كله. الهدف ده يعني مهم جدا ليه؟ للمباراه القادمه. ما انا بتكلم في اللي جاي طبعا. ما ينفعش في اي يعني الكوره دي من بدايتها خالص. لو جبتها من بدايتها عمرك ما تتوقع ان الكوره تدخل هدف. صحيح. سيناريو هي لغايه لما دخلت انا ما صدقتش انها هدف. ما هو دي الفكره. فهو انت بقى لازم تبقى دايما في المباراه القادمه المهمه جدا ان انت ما تستهونش وتفكر اي هجمه عليك تتوقع ان هي ممكن ما تدخلش هدف. تتعامل معاها بجديه. تتعامل بجديه كبيره جدا لان انت ما ينفعش تفرط في اي نقطه الفتره القادمه. هدفين الاهلي لو عقبال ما يجهزوا. نمره واحد امام بالراس، دي جديده.
واعتقد انه يمكن امام ما كانش طبعا امام امبارح، خلينا نتفق انه دي جمله اعتقد متفق عليها من مارسيل كولر. اه هو الهدف هو الهدفين امبارح من ضربتين ثابتين. اه يعني بتكلم على كرات الثابته، الركله الثابته الاولانيه تنفيذ قفشه وتحرك كمان صناعه قفشه وتحرك امام قطع على الزاويه القريبه وسرق كده الظهير طارق طه اللي احنا برضو اتكلمنا احمد عنه الحلقه اللي فاتت وقلنا ان عنده مشاكل دفاعيه. رقم ده الهدف الاولاني. انا افتكرت كنت في الملعب افتكرت ان عمنا من اللي جاب الهدف، اتفاجئت ان هو امام. يعني انا اساسا ما اعرفش ان امام بيلعب براسه كويس، يعني الكره اللي اتحطت دي صعبه جدا. هو ما بيلعبش كتير براسه بس هو حطها حلو، يعني فيها توجيه. هو اختار الزاويه القريبه، ما اختارش ان هو يعلقها لحد مثلا التحرك الاول. التحرك الاول نموذج يعني وقفشه كمان، يعني قفشه كمان صراحه. دقه التنفيذ ساعدت ان امام لمس الكره بس ووجه فالكره راحت بسرعه. بص يا جماعه الكره دي زاويتها هو صعبه جدا. مصطفى قال اي حد بيتفرج لاول مره يعتقد ان ده محمد عبد المنعم. مش بيقول لك دايما المهاجم لازم يبقى عنده حساسيه منطقه الجزاء ويبقى مش لازم صح. يعني في لعيب بيبقى عارف لو انا مدي ظهري للجون انا عارف ابعاد الجون فين، وكره لو انا استلمتها وانا ظهري للجون عارف لو لفيت ازاي. زي هدف واتكنز عمياني كده، الاحساس بالملعب. هدف واتكنز في هولندا، هو بيستلم بظهره ومحضر القرار، يعني بيلف ومش شايف المرمى. احساسك بالمنطقه واحساسك بمكان الجون وابعاده دي هيدر مهاجم. بتوفر لا عليك. دي هيدر مهاجم طبعاً. من احلى انا بشوفه هدف مهاجم. زي هدف ستيفن هالر في نهائي الكان لما نزل مع كوتيفوار وقطع قبل ال بس هالر كان صعب شويه بصراحه، بس يعني دي برده فيها صعوبه. خلي بالك يا مصطفى، يعني دي فيها صعوبه برده. لا صعبه صعبه، بص فيها صعوبه ان هو التحرك والزاويه والبليس توقيت الهدف كمان والطوة. بصراحه شايف توقيت الهدف كان توقيت مثالي. ده اهم حاجه في الشوط الاول. انت دخلت الشوط الثاني بقى بص في حاله ما اعرفش صوره معانا انا قصد بيها ان انت لما دخلت ده الهدف ده الهدف الثاني. بيرسي تاو هو طبعا يحسب لكولر. دي بقول لك هي جمله تحرك مين لو جاب رجعنا الهدف ده ثاني. محمد عبد المنعم قريبه كل المدافعين في يوتشر بما فيهم حارس المرمى راح العب منها. تخيل ان بيرستا واقف يعني ما بينه وبين الحارس تقريبا يعني ياردة وبرغم كده هو الحارس تقريبا بص على منها. ممكن نجيبها تاني. بص الحارس بص التحرك يرجع كده نرجع تاني. الحارس اتحرك فيه خطوه كده ياخدها ده لعب منها التحرك عشان فاكر عبد المنعم يلمسها نفس الفكره. وخلي بالك في الدقيقه انت في ونسي ان في بيرستا واقف جنبه في لقطه قبل الهدف على طول كان كولر كتب حاجه في الورقه واداها لمحمد عبد المنعم. بعدها على طول عمل التغيير بتاع رضا وتاوي يمكن معانا اللقطه بتاعت الورقه بعدها على طول. وانا اعتقد ان دي كانت حاجه متفق عليها ان محمد عبد المنعم يقطع زي ما هو بالسرعه دي كده على القريبه علشان ياخد انظار المدافعين ويسجل بيرسا. وانا سمعت مداخله امبارح لكابتن طلعت يوسف قال فيها ان هو اكد على لعيبه فيوتشر مرارا وتكرارا ان هي احمد اللقطه دي الورقه طبعا دي الورقه اللي دي بقت لقطه شهيره في كل مباراه وبيكتبها بيديها لمحمد عبد المنعم. بعدها على طول تم التغيير بتاع تاو ورضا وجي من خلاله الهدف الثاني. وده شغل ده شغل عالمي، ده شغل بروفيشنال. النادي الاهلي مع مارسيل كولر حقيقي بيروح لمنطقه بعيده قوي بجد عن كل المنافسين. يعني مدير فني عايش المباراه زي ما اتكلمنا هنا واشدنا بمارسيل كولر لو تفكر الحلقه الماضيه لما حضر احمد عبد القادر ورضا سليم في مباراه بيراميدز على الخط وبعد رجوع النادي الاهلي في النتيجه رجعهم مره ثانيه ودفع بديانج. ده بيقول لك ان ده مدير فني ذهنه حاضر وعايش المباراه ومحضر لكل حاجه. في حاله ما تقدمت او تعادلت او اتاخرت في النتيجه انا عارف كويس انا هعمل ايه. وده اللي بيفرق مدير فني عن مدير فني. واشاده واجب احنا بقالنا كتير قوي ما اشدناش بمارسيل كولر. احنا الحقيقه لازم كل حلقه نيجي هنا نشيد بمارسيل كولر اللي بيقولوا له في المؤتمر الصحفي انت ما بتلعبش كوره ليه زي اسبانيا. وانا الحقيقه يعني مش عارف يعني الناس ما اعرفش تسال السؤال ده ازاي واسبانيا في النهايه اصلا. كان السؤال ده كان هو في النهايه يعني بيسال ازاي اسبانيا ما اسبانيا في النهائي يعني لا يعني مارسيل كولر الحقيقه بيقدم يعني في على مدار مسيرته مع النادي الاهلي دايما الكرات الثابته ديت فيها خدعه كبيره جدا هو بيعملها وشغال عليها لان هو بيدي احساس وفي تنوع. يعني انت فاكر انت جبت الحالات المره اللي فاتت عن اهميه استغلال اللاعب الثاني شادو سترايكر طاهر او عمرو السولية. النهارده انت بتفاجئ المنافس انك محضر له شغل الضربات الثابته. فده يقول لك قد ايه عندك مدير فني بيدرس المنافس كويس جدا. النتائج دايما بتدي دليل او اشاره دايما على الشغل يعني النتيجه ما بتروحش كده. انت مش مدير فني 14 بص ما فيش مدير فني جه الاهلي ما عندوش مقاومات انه يقود فريق كبير ليه وعليه.
يعني انت النهارده لما تتكلم على موسيماني هتلاقي ليه وعليه، لما تتكلم على انا 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 بالنسبه لي انا توب فانز عند مارسيل كولر، يعني انا بالنسبه لي كولر لا في عليه لسه حاجات يعني خد بالك انت رايح لمستوى ليفل الوحش السنه الجايه، وجماهير الاهلي دايما طماعه يعني اتعودت انها عايزه تكسب وعايزه تتمتع وعايزه تاخد اللقب، يعني عايزه كل حاجه، هتكسب المباراه ومش هتقدم لي كوره حلوه هقول انا ناقصني في الحته دي، هتدي فرصه للعيب وهلاقي لعيب تاني قاعد على الدكه هقول انت ليه ما بتلعبش، بس دي كره القدم عامه في العالم كله، وده حتى يعني انا بكلمك على جوارديولا، انت عارف انا بحب جوارديولا، حتى جوارديولا بيتقال له حاجات كده وبينتقد وبيبقى ليه غلطات، وفي انشيلوتي نهائي دوري ابطال اوروبا يعني فاهم، ماتش ريال في السيزون اللي فات تم انتقاده ازاي تلعب الكره دي كلها مش قادر، تغيير العمل كل المديرين الفنيين في العالم بيبقى ليهم وعليهم، لكن محدش انا بتكلم ان احنا يعني. ان احنا ولكن احنا سبورت لمارسيل كولر في مواجهه بقى يعني احد المحللين برضو في احدى القنوات كان مراهن على تغيير اسمه، وكان عامل قصه كده وفيلم كبير في موضوع النادي الاهلي، وان لما النادي الاهلي هيروح للمباريات الكبيره زي بيراميدز وزي مودر هيبان المستوى الحقيقي، لا وليه طب ما انا اقول لك لا انا شفت له امبارح تصريح قال لك بقى ايه ان النادي الاهلي هو اللي كذا كذا، وان الانديه دي كلها ما خلاص انا تقريبا كده ما بيعترفش بوجود الانديه الاخرى، فالنادي الاهلي اكبر حتى اللي كان مراهن على وقوعه او سقوطه او تعثره في مشوار الدوري انه ينقل او يشيل الموضوع لناس تانية خالص بانتصاراته بتفوقه بارقامه بكل حاجه، انت كنت مراهن على حاجه والحاجه دي خذلتك وما حصلتكش او ما حصلتش، اللي هي ان الانديه دي تكون سبب ان انت الاهلي بيفوز على انديه معينه، لكن لما هيروح للمستوى العالي من المباريات النادي الاهلي وهو راهن على كده، وامبارح طلع يهاجم الانديه دي الانديه الاخرى بقى، يعني انت بتشيل الانديه الاخرى لان النادي الاهلي اجبرك على كده انك تقف انتباه واحترام امام ما يقدمه النادي الاهلي في موسم او سنه كبيسه مليئه بالمباريات. وبالمناسبه قبل ما ندخل على الهواء، ريال مدريد كان طالع تقرير ان ريال مدريد بتنتظره او بينتظر الموسم القادم 72 مباراه رسميه من المتوقع ان يلعبها الفريق، فلا خلاص احنا رايحين يعني باكج مباريات على مستوى العالم كله، ومعلش يعني كواليتي ريال مدريد البدني والفني والذهني يختلف عن اي كواليتي تاني، مش تقليل من لعيبه النادي الاهلي طبعا، ما بالك بقى انت هنا في مصر وافريقيا والسفريات ريال مدريد بيسافر من مدريد لباريس في قد ايه، ظروف السفر عامله ازاي، بيقعد بيلعب في ملعب عامل ازاي، ظروف السفر والاقامه ازاي، تعالى بقى هنا خش في افريقيا يا باشا، احنا ال 72 مباراه دول بنلعبوا في شهر واحد، يعني شوف بقى عشان تروح تلعب في المغرب ولا تروح تلعب في جنوب افريقيا ولا تروح تلعب في تنزانيا، مده السفر قد ايه، ظروف السفر قد ايه، الاجواء اللي انت بتلعب فيها قد ايه، اوروبا الملاعب حضرتك مكيفه، انت بتروح هنا تلعب في ملاعب لو وقفت فيها نص ساعه دماغك تسيح، فبالتالي لا يعني مفيش مجال للمقارنه، لما تكلمني على موسم بالشكل ده بيلعب في ريال مدريد 72 مباراه ولاعيبه الاهلي بتلعب 72 مباراه، هناك فرق، لازم تقول تعظيم سلام للجهاز الفني، وتختلف وتتفق معاه في تفاصيل معاك، وانا معاك جدا جدا في حاجات كتيره جدا ممكن تبقى مش عجباني، لكن في الاوفرول لما تيجي تتكلم على سيزون زي ده، الاهلي راجع من توقف دولي، سلسله فوز مستمره، واخد دوري ابطال، واخد كاس سوبر، واخد كاس مصر، وان شاء الله باذن الله في طريقه لاحراز الدوري، لازم هنا تقول تعظيم سلام مارسيل كولر، وان اختلفنا معاه وده وارد جدا مع اي مدير فني انك انت تختلف او يبقى ليك اعتراضات، خد بالك انت لعبت ماتش امبارح بدون ثلاثه من اهم لعيبه النادي الاهلي في الموسم كله، اربعه انا كاتبهم، معلول مروان عطيه امبارح، مروان عطيه بيرسي تاو، وكمان الاضافه الكبيره اللي دخلت على النادي الاهلي في يناير عمر كمال، لان صحيح. عمر كمال لاعب انا كنت اقول كمان محمد هاني، لان محمد هاني كان عنصر هاني او أساسي. عمر يعني هاني او عمر, عمر. علي معلول، بيرسي تاو، مروان عطيه، رباعي، اي فريق لو غاب عنه الرباعي ده الاساسي هيعاني. طيب غياب مروان ما كانش بالنسبه لك وانت بتقرا بتشوف التشكيل يا احمد انه مروان غايب، طب ليه ديانج مش في الصوره رغم انه ديانج في الفترة الأخيرة بيشارك أو بيعتمد عليه بشكل كبير؟ أعتقد إن مارسيل كولر يعني هو
بيذاكر المنافس كويس جدا، ولو اتكلمنا فيه قبل كده ان هو دايما بيختار العناصر بناء على المنافس. انا على فكره مع تركيبه قفشه وامام جدا، انا وانت متفقين فيها من بدري يعني خالص مع التركيبه جدا. بس كان بالنسبه لي فكره انه مروان مش موجود، اكرم ممكن يبقى عايز يشم نفسه شويه ويرتاح، فليه ديانج ما بيشاركش كاساسي؟ لان هو بالنسبه له اكرم بيقدم اداء كبير جدا، وبشوف ان حتى لو 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 ديانج لعب ممكن يبقى الثنائيه الثانيه هتختلف. ما هي دي برضه بتبقى يعني لو لعب مش على حساب اكرم، لو لعب على حساب امام او قفشه بالظبط، او على حساب ده دايما هو يعني بيعتمد عليه الفتره الاخيره، ان هو بيعتمد على دايما على ديانج في مركز 8. ايوه، وامبارح احنا شفنا ان هو كان بيلعب بطريقه لعبه مختلفه، وهنا ما حدش كان يتوقع خالص. ممكن انت قبل الماتش خالص توقع ان ممكن يبقى لو هتحط لاعب 10 طبيعي هتحط مين، قفشه ولا امام؟ ايوه هتحط قفشه، لكن هو مارسيل كولر بيحاول دايما يناور الخصم وبيبتكر بعض الافكار في المباراه، وبيعمل حاجات مهمه جدا، مش الورقه اللي بيعملها كل مباراه وبيديها لعب منعم اللي بقت مميزه جدا، لا هو اثناء الجيم بيتحول النادي الاهلي لاكثر من طريقه لعب في المباراه، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. بنشوف ان مارسيل كولر بيحاول يعملها في المباريات الاخيره، لان انت عندك ضغط مباريات كبير جدا جدا. انا متفق معاك في الجزئيه دي، ومتفق او الناس كلها متفقه ان واحده من انجح مميزات مارسيل كولر كهيد كوتش انه خلى الفريق كله السكواد كله اساسي، اي حد فيه بيحتاجه جاهز يدي لك اللي انت عايزه وبيقدم الدور لو عايزه. لكن السؤال بقى عايز اسمع رايكم انتوا الاثنين فيه، مين اكتر لعيبه حسيتوا انها اتطورت مع مارسيل كولر؟ يعني في مدير فني بيجي تلاقي لعيب معاه عالي جدا وممكن لعيب معاه طفى جدا، مين اكتر ناس لمعت او مين اكتر ناس حسيتوا انه بصمه مارسيل كولر معاهم فرقت بشكل كبير؟ كريم فؤاد طبعا. كريم فؤاد واحد من اللاعبين اللي بشوف ان هو تطور كثير، حتى قبل ما يروح يلعب في مركز الباك ليفت هو كان بيلعب كجناح مميز جدا وتالق بشكل لافت لغايه قبل الاصابه فبشوف ان هو واحد من اللاعبين المهمين جدا اللي اتطوروا مع مارسيل. طبعا اكرم توفيق بشوف ان هو بيقدم اداء كبير جدا، بس اكرم ما اتطورش، اكرم جاب مستواه قبل الاصابه، جاب لكن ما حسيتش ان اكرم، لكن هو كان بيلعب باك رايت. ايوه قبل الاصابه كان بيلعب باك رايت، ما كانش بيلعب في نص الملعب، لكن هو مركزه اساسا طبعا احنا والنادي الاهلي تعاقد معاه في نص الملعب في نادي انبي، فانا بتكلم في ان هو يعني اتطور في الجزء ده. بشوف ان قفشه تطور في جزء كبير جدا في الجانب الدفاعي. في الجانب الهجومي طبعا قفشه واحد من اهم اللاعبين الموجودين في الدوري وفي النادي الاهلي، لكن في الجانب الدفاعي شوف ان قفشه بقى دور مهم جدا، دليل انه اعتمد عليه امبارح في مركز رقم 6، فده ثقه كبيره جدا في مارسيل كولر ان هو شايف ان قفشه خلاص بيقدر يعمل الدور الدفاعي مميز جدا. فبشوف خلصت كل الاسماء بقى، سيب حاجه بسيب له ثلاثه تانيين لصاحبك. يعني انا بشوف ان من بدايه تولي مارسيل كولر انا بشوف اللاعب الابرز فردي، اتطور فردي. ما انا بقول لك اللاعب الابرز مش جاب مستواه او يعني قدم او يعني حسين الشحات ما هو ما قدم مستويات كويسه جدا، بس ما اقدرش اقول لك انه اتطور. هو حسين الشحات فاهم قصدي ايه؟ انا بشوف ان واحده من افضل الاضافات اللي قدمها مارسيل كولر للنادي الاهلي على مستوى التطور الفردي للاعبين بيرسي تاو قبل مجيء مارسيل كولر كان مرشح للخروج من النادي الاهلي بسبب كثره اصاباته وبسبب تراجع مستواه، لكن مع مارسيل كولر بيرسي تاو فاز بافضل لاعب داخل القاره، توج مع مارسيل كولر ببطولتين كان ليه مساهمات كبيره قوي، تحديدا في البطوله قبل الاخيره. بيرسي لاعب كبير حتى ال11 بيرسي توج بعدها حتى او حصل على جائزه اللي هي على حساب الوداد بالظبط، حصل على جائزه افضل لاعب داخل القاره. بيرسي تاو احد اللاعبين اللي تطوروا صحيح كبير. انا فاكر النسخه دي هو وكهربا ده رقم واحد، انتوا حرقتوا لي رقم اثنين. رقم اثنين محمود عبد المنعم كهربا بعد عودته من الايقاف مع مارسيل كولر ايضا عمل واحده من افضل المباريات، وان كانت الفتره الاخيره ما بيمرش بافضل لحظاته يعني او افضل اوقاته مع النادي الاهلي، ولكن ايضا محمود كهربا قدم في مركز المهاجم مستوى ما قدموش قبل كده مع اي حد تاني. فانت عندك بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، وفي اسم ثالث برضو بشوف ان اداله الثقه الكبيره مؤخرا، يعني تقريبا بقى له حوالي ست شهور او سبع شهور، هو رامي ربيعه. رامي ربيعه في وقت من الاوقات كان بيشارك وقت غياب ياسر، ولكن مارسيل كولر اخذ القرار بقى له فتره كبيره جدا بالاعتماد على رامي ربيعه كلاعب اساسي حتى في وجود ياسر ابراهيم. الثلاثه دول تحديدا مارسيل كولر مع كريم فؤاد اللي احمد قال عليه هم اللي اضاف ليهم مارسيل كولر على مستوى التاثير الفردي بجانب منظومه اللعب الجماعي. شايف ازاي يعني تستفيد من الريست؟ انا بشوف ان ماتش الالومنيوم بمثابه استراحه محارب، هو ماتش مهم وبطوله كاس، لكن شايف انه في نفس الوقت انه محتاج تستغل المباراه دي عشان تحقق حاجات كتيره جدا قبل ما تروح لماتش بيراميدز. ازاي يتعامل مارسيل كولر مع مباراه الالومنيوم يا احمد؟
طبعا انا بشوف ان مباراه الالمنيوم جت في وقتها جدا لان مباراه امس اثبت ان لعيبه النادي الاهلي بتعاني من اجهاد، ده بان جدا في الشوط الاول. لعيبه النادي الاهلي مجهده جدا، لعبت مباراه كبيره جدا امام بيراميدز، وشفنا النادي الاهلي بيحقق الفوز ال 14 متتالي، فمباراه كبيره جدا وضغط كبير، والنادي الاهلي بيعود من بعيد ل طبعا ترتيب او صداره الدوري لبطولته المفضله. فمباراه الالمنيوم بغض النظر ان مارسيل كولر بياخد كل مباراه دائما، هي مباراه منفصله ماشي ماشي متفقين، لكن المباراه دي محتاجه راحه بعض اللاعبين المهمين جدا اللي هو يعتمد عليهم في مباراه بيراميدز. فاتمنى ان مارسيل كولر يعتمد على بعض اللاعبين اللي محتاجه تاخد بعض الوقت، زي محمد هاني اللي بشوف ان هو بقى له مباراتين ما بيشاركش، اتمنى ان هاني يبدا يشارك في مباراه الالومنيوم. بعض اللاعبين كمان اليو ديانج اعتقد ان هو هيبدا مباراه الالومنيوم، في بعض اللاعبين كهربا ممكن يبدا مباراه الالومنيوم، يعني في لاعبين تحتاج ان هي تبدا المباراه دي بحيث تبقى موجوده وجاهزه في مباراه بيراميدز اللي هي اعتقد مباراه الحسم لبطوله الدوري، وهي المباراه اللي هتحدد بشكل كبير جدا مين هو بطل الدوري السنه دي. مين اللي محتاج ياخد فرصه في ماتش الالومنيوم؟ مين اللي نفسك تشوفه في الملعب؟ يعني اذا كان في عناصر، يعني خلينا نقول مثلا منعم ربيعه، امام قفشه، او قفشه ممكن ياخد، لا اعتقد انه قفشه برده ما بذلش، يعني مش ما اتحطش تحت ضغط المجهود بشكل ممكن يبدا الماتش. حسين الشحات ممكن يريح، اكرم توفيق ممكن يريح، وسام ابو علي ممكن يريح. مين اللعيبه اللي ممكن شايف انها يعني تاخد فرصه في ماتش او نفسك تشوفها في الملعب؟ يعني انا بشوف ممكن محمود الزنفولي حارس مرمى النادي الاهلي اللي انضم في يناير الماضي ممكن ياخد فرصه في مباراه الالومنيوم، اعتقد يعني هتبقى حاجه هتفرق معاه بشكل كبير في مشواره مع النادي الاهلي. اعتقد ان محمد هاني مش عايز تجهز شوبير، يعني انا عايز شوبير، انا عايز اجهز شوبير. شناوي رجله في الملعب بقاله فتره، شوبير بقاله كتير ما، لا هو شوبير لعب المباراه، يعني شوبير بقاله المباراتين الاخيرتين فقط، لكن المباراه اللي قبلهم مباراه طلع الجيش مصطفى شوبير عمل واحده. شايف انه لا انا بشوف ان شوبير بشوف الزنفولي ياخد الالومنيوم. الزنفالي قال لك زنفالي في الزنفولي. الزنفالي فتح الزين ده منصب الزنفالي. محمود الزنفالي يلعب مباراه الالومنيوم، والمفاجاه مصطفى شوبير يلعب مباراه بيراميدز. انا بشوف كده يعني يعني انا بشوف ان مصطفى شوبير، انا بتمنى يعني بتمنى. وخلي بالك يا احمد، احنا اتكلمنا في وقت من الاوقات عن اهميه قرار المدير الفني بحمايه اللاعب في وقت يعني لو شهد، وده طبيعي ومنطقي ان بعض اللعيبه قد تمر بفترات من تراجع المستوى او تذبذب المستوى، هنا لازم يكون في تدخل من المدير الفني لحمايه اللاعب من الانتقادات في وقت معين، ان هو يعني يشرك اللاعب الاخر اللي في نفس المركز حمايه للاعب ده اللي هيعود للمشاركه مره ثانيه، وحفاظا على مسيره الفريق. فانا بشوف ان الفتره القادمه قد تحتاج للدفع بمصطفى شوبير من بدايه لقاء بيراميدز. نرجع لماتش الالومنيوم، لان مباراه بيراميدز تحديدا هي مباراه يعني اللي هو حسم الدوري بشكل كبير جدا، 7 نقاط. لو قدرت تتغلب على بيراميدز المره الثانيه في خلال 10 ايام في ملعب الدفاع الجوي يوم الاثنين، انت حسمت لقب الدوري بشكل كبير جدا. احنا اتكلمنا واتفقنا لا بشكل كبير، احنا بنتكلم بشكل كبير. كل ماتشات الاهلي بقى طبعا اتمنى، لانه انت يعني هي ضربه قاسمه، ضربه قاسمه لبيراميدز، وهتضعف بشكل كبير جدا من فرصه في البطوله. بس انا بقول لك من بعد ماتش بيراميدز لا في مواجهات صعبه كتير، كل المواجهات يعني سيراميكا صعبه، والمصري المصري صعبه، المودرن تاني صعبه، زاد صعبه، امبي صعبه، سموحه صعبة. يعني بص أنا كلها ماتشات. ولكن تانية انا بص انا اللي مطمني هو تعامل النادي الاهلي. واحنا اتكلمنا انا بقول لك ايه الرهان، انك تاخد الثلاثه بونت بتوع بيراميدز، هتلعب الماتشات دي وانت مرتاح. عندك اريحيه، عندك ومعنويا كمان. صحيح. انت صدرت للمنافس المباشر، خلاص انت مفيش اسوأ من كده. لا مفيش حد هيضايقك لا قدر الله في حاله انك انت تعادلت ماتش او لا قدر الله خسرت ماتش. انت امنت، بس بص يا احمد، انت هتبقى امنت الصداره بالظبط بفارق 7 نقاط، فارق بالزبط. مريح يعني، حتى احنا كنا دايما نتكلم عن ان انت لازم يكون في فارق مريح في صداره. صحيح. الجدول، علشان زي ما انت معرض انك بالزبط. في مباراه من المباريات ما تبقاش انت تحت ضغط مباراه امس، يعني ما تبقاش تحت ضغط فقدان النقاط. في بطولات كتير جدا ماتش واحد هدف واحد دخل مرمى الاهلي كلفه خساره اللقب. انت فاكر تتويج السيتي في احد السنوات، يعني من 4 أو 5 سنين تقريبا، السيتي لما توج بهدف اجويرو فرق هدف واحد. بالظبط. فلا الكلام ده كله طبعا بيبقى ليه دور كبير جدا. فانا اعتقد ان الزنفالي بقى، عشان نرجع لمباراه الالمنيوم، الزنفالي، محمد هاني، محمود متولي، ممكن نشوف مروان عطيه عشان ما شاركش، ومحمد مجدي قفشه ياخدوا 60 دقيقه من اللقاء. اعتقد ان محمود
عبد المنعم كهربا، فرصه مناسبه جدا لتجهيز كهربا قبل لقاء بيراميدز. ممكن احمد عبد القادر للاسف واجهه سوء حظ في الاصابه، فممكن طبعا تدي لمحمد الضو كريستو ورضا سليم. يعني اعتقد ان في لعيبه كانت بعيده عن المشاركه. وخلي بالك مارسيل كولر عنده حاجه، خالد عبد الفتاح لحد من شهر واحد فقط كان اللاعب رقم 4 في مركزه. يعني كان بيسبقه في الترتيب محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أكرم توفيق، تحول وكريم فؤاد كمان، وكريم فؤاد ممكن تحول من اللاعب رقم 4 أو رقم 5 للاعب رقم 1. على كل الأحوال نتمنى التوفيق، هي فرصة للجميع، فرصة لراحة أسماء بذلت مجهود كبير جدا، فرصة للعيبة أنها تاخد أو تحط رجلها في الملعب، على الأقل تاخد فرصة كاملة قدام الجمهور، فرصة لمارسيل كولر للتحضير لمباراة بيراميدز بشكل جيد. أعتقد أن توقيت مباراة الكاس أعتقد يخدم الأهلي بشكل كبير جدا، مع ضرورة طبعا التقدير والاحترام لأي منافس. الأهلي أعتقد أنه بيحترم أي منافس بصرف النظر عن اسمه، عن ترتيبه، عن إمكانياته. بالتأكيد طبعا مباراة مهمة، وماتشات الكؤوس دايما قابلة لكل الاحتمالات، لكن إن شاء الله رهنة كبيرة على فريقنا إن شاء الله يوم الجمعة، ومن بعدها نفتح ملف بيراميدز. بشكر أحمد مصطفى، بشكر بلال محسن على وجودهم معنا، شكرا، شرفتونا ونورتونا، ونكمل خناقتنا بقى بعد الهوا. بشكر حضراتكم على المتابعة، كل التحية.